هي اولا ايه قصه الخليه الجذعيه؟ الخليه الجذعيه ديت يعني خليه بمعنى الجذع بتاع الشجره. انا متوقع ان جذع الشجره اللي موجود ده جذع الشجره اهو، هيطلع منه غصن، وهيطلع منه ورق، وهيطلع منه زهور، وهيطلع منه ثمار. يبقى هي نفس فكره الخليه الجذعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. جسم الانسان فيه مئات الملايين من الخلايا الجذعيه، تمام؟ الخليه الجذعيه ديت هي الخليه الايه؟ نقول عليها بالمعنى اصح واوضح الخليه الاوليه، اللي هي هتبتدي تنقسم بعد كده ويطلع منها الخلايا اللي موجوده في الجسم كلها. من هنا جت الفكره دي، لما لقوا بعض الزواحف بتفقد طرف من اطرافها او بتفقد مثلا ديلها او كلام ده، وبعدين يطلع يتكون لها ديل تاني، لما بحثوا الامور ديت لقوا انه الايه؟ الزواحف ديت عندها بعض الخلايا الجذعيه اللي بتكون الخلايا دي مره تانيه. بتبتدي تكون الخلايا دي مره تانيه. فبدا الايه؟ العلم سنه 1981 بداوا يفكروا في الموضوع ده بجديه، ودي كانت بدايه الفكره نفسها. وبالتالي لو نجح هتبقى حاجه عظيمه. واحد دراعه اتقطع يطلع له دراع تاني، واحد رجله اتقطع يطلع له رجل تانية. احنا طبعا ايه، في 1981 بداوا يفكروا في الجزئيه ديت، وبداوا يشتغلوا فيها على فئران التجارب، وقدروا يطلعوا منها خلايا جذعيه يستخلصوها، وبداوا يفكروا في ان هم يجربوها في الايه؟ الفئران والكلام ده، وبدات تنجح في بعض ايه؟ حاجات معينه، انها بتحسن كفاءه الكبد عنده، بتحسن كفاءه بعض العضلات اللي بتتقطع، بتحسن كفاءه بعض الاماكن اللي هي ممكن يتصلح فيها وضع كان مش جيد، يتصلح وضع لكن مش يطلع عضو جديد. عضو جديد يعني بمعنى اصح وبالتالي إيه؟ لم تصل التجربه للحلم، تمام. وانما اعطتنا بابا جديدا تصليح وضع، تصليح وضع، وبالتالي ده خيار جيد. ده هيهمنا جدا بعد كده في ايه؟ في حاجه زي الاورام، في تليفات الكبد، في مش عارف، في كذا جزء من اجزاء الطب اللي انا محتاجها. جم سنه 1998 وخدوا اول مره واحد يوافق ان هو يعمل عمليه حمل ويسمح ان هم ياخدوا الامبريوجينيك سيل، او اللي هي الخلايا اللي هي الطفليه او الخلايا الموجوده في الجنين، تمام. ان هو المفروض بعد 5 ايام من عمليه التلقيح تبتدي تتكون ساك او حاجه زي كيس، ويبقى موجود فيه مئات الالاف من الخلايا الجذعيه اللي هتبتدي تنقسم بعد كده انسان بقى وتكون الجسم. الله، تمام كده. الله، خدوا من الراجل ده كونسنت، هو وافق، يعني اقرار ان هو موافق ان دي تبقى الحاجه بحثيه، وبداوا خدوا ايه؟ استخلصوها وبداوا يجربوها في حاجات معينه. يبقى ده اول نوع واول فكره، وكانت سنه 1998 واول مره تتاخد من انسان ادمي، تمام كده. لكن تجربه 81 كانت مجرد على فار تجارب، من الحاجات اللي احنا بنسميها اللي هو اسمه الجيني باك، الحاجات اللي احنا بنستخدمها جوه المعامل يعني. طيب، يبقى ده اول نوع واللي هو الامبريوجينيك، وده صعب جدا الحصول عليه في الانسان، لان هو بيبقى محتاج انه يتسحب او يتاخد من الساك اللي تتكون بعد 5 ايام من التلقيح، وده بيبقى موجود داخل الرحم، وقصه كبرى، فالموضوع ده متصعب شويه. لكن حصل، وانه حصل عشان التجربه، وما حصلتش الا هي مره واحده في التاريخ اللي اتكتبت لحد دلوقتي. يعني احنا لما رجعنا للابحاث اللي موجوده ما حدش اتكلم انها اتكررت مره تانية، تمام؟ لكن هي اتكررت سنه 1998 وباقرار من ايه؟ من والد الطفل، وهو كان الاقرار حتى معقول ان الحمل ده هيتم عشان تجربة، الوضع التجريبي فقط.